السلام عليكم الأحباء والأعزاء مشاهدي ومتابعي قناة جوهر السويس. النهاردة فخر لي ولقناتي جواهر السويس، بيشرفني الشيف العالمي، ربنا يكرمك ربنا يكرمك، الشيف أشرف قناة تانية مغربية وقناة تالتة برنامج الأيدي الناعمة. النهاردة يا جماعة هو بينزل السوق وكذا مرة، والحمد لله أنا قابلته النهاردة ومسكت فيه بقى. شرف ليا إن أنا أكون ضيف في بحرك. الله يبارك فيك. اللي علمت مصر كلها ايه هو السمك وازاي اشتري السمك ونوعيه السمك. الله يبارك فيك. النهارده انا بتشرف ان انا اكون معاك النهارده يا حبيب قلبي. انت طلبت تقابل مين؟ الشيف احمد شعبان. تعال نسلم، تعال نتقابله. شيف الشيف احمد شعبان حبيبي، ازيك؟ معاك الشيف ابو اليوم الاعلامي. ربنا يكرمك، الله يخليك. وهو قال كلام في حقك. بص يا جماعه، بص يا جماعه، البادج الجديد ده هديه مني من قناتي وقناه مطبخ. انا عندي قناتين ما شاء الله، مطبخ جوهر السويس. انا اللي اقول، قول يا حبيب قلبي، قول يا حبيبي. طب نقدم طب الشخصيه العظيمه. طبعا طبعا الشخصيه العظيمه اللي معانا دي، ما ننساش الناس الحلوه كده ونفتكر نفسينا. وجاي والله عشان بيقول لي، هو يقول انا من الفيديوهات بتاعت الحاج احمد كان اتعلم. رايك في الراجل ده الشعبي؟ بسم الله ما شاء الله. الاكل اللي احنا لما بنقول الاكل عباره عن نفس، هو النفس ده عباره عن ايه؟ مش نفس بيطلع من الفم او الانف او الكلام ده، لا، النفس ده هي الوش، الكاريزما، ان انا وانا شغال مبسوط مرتاح، برافو عليك، مبتسم، واخد بالك، هو ده النفس، فرحان وانا بعمل العمل بتاعي، متقبل كل كلمه تقول. احنا جينا على صدفه. بصوا يا جماعه، والله هو من ورايا قال لي يا جماعه ايه النظافه دي، البتاعه بتلمع. بتلمع. بصوا يا جماعه، جينا هنا لسه ما بدأتش. والله يا احمد قالها من ورايا، اقسم بالله انا كلمه بقولها كلمه حق، والحمد لله رب العالمين. النظافه دي بتاعت ربنا. سبب احنا بنقول سبب حاجتين في التعامل مع الناس وحب الناس، اللي هو بيدوا كل حاجه في الدنيا، هم حاجتين. الامانه صح، والنظافه صح. وما شاء الله، الله اكبر، ده جمال بيهم هذا الشهر. انا اول مره اقابله، الحمد لله رب العالمين. ده نجم القناه يا شرف. الحمد لله شرف. ومن الشغل اللي هو بيعمله انا بقول للراجل ده، شفت انا شيف على قد اهو صغير اهو. انا بقول للراجل ده ان هو قريبا قريب جدا جدا هيتخطف من، هيخطفوه خطف كده من رئيس الانتاج الاعلامي، وفي اكبر القنوات هيكون الشيف الرئيسي بتاعها، لان هو بامانه، لان هو الشغل بتاعه شغل عالمي وشغل محترم فيه، والكاريزما عنده عاليه قوي، شغل محترم فيه، محبوب يعني، شوفه تحبه. طبعا ربنا يكرمه ويوسع عليه. حابب اقول حاجه على الراجل ده؟ اتفضل. لا مش انا، لا انا، لا انا، لا لا معلش، انا ما بحبش، انا قلت كلمه، لا بيزعل، انا ما بحبش والله يا احمد، عشان خاطر، لا لا معلش براحتك، كلمه حاجه لازم تتقال. بيزعل اول لما تلاقيني بنغرق ميه. لما الاقيني يعني بنغرق ميه وبتاع، فلقيته فجاه كده والله يعني اللي من الله من الله، فلقيته جايب لي الحاجات دي كده. لا حبيبي، لا ده اقل حاجه، خد واحد تخين زيي وصل عليه، وصل، وفجاه راح عامل البادج ده بصورتي. تمام. وقال لي بس انا يعني انا عملت حاجه، بس اتمنى ان انت مش تزعل منها. فقول له انا قال لي حته جوهر السويس، ان انا مش عايز اعمل ده عشان يقولوا ان انا بعمل ده عشان جوهر السويس. قلت له انا من جوهر السويس وابن جوهر السويس والجوهر السويس، وان شاء الله حتى لو ربنا كرمني زي ما حضرتك بتقول طبعا، وحضرتك بتتربى خير يعني، لو بقيت على ايه؟ انا برضك مش هظهر غير بالراجل. انا بقول لك هو بظهر على الفضائيات وبظهر على الفضائيات، مش هظهر غير بالراجل ده. هذا الشخص بامانه هو اللي علم مصر، مش هقول اهل السويس، لا، علم شعب مصر كله. واخد بال حضرتك ايه هو السمك؟ ايه هو طبيعته؟ ايه هو مزارعه؟ ده بيقول لك السمك بياكل ايه؟ وبيطلع، بنفتح السمكيه يقول لك دي البطن بتاعها ايه؟ انا واحد من الناس زيي، انا السمكه اللي هو لو قلنا الجوادي، لو عشان اقول لك ان انا اكيد بقى الجوادي. انا ابويا صياد برضه، انا ابويا محمد شعر صياد اصلا. وعائلتنا والبلد بتاعتي، انا من الفيوم، والفيوم طبعا معروفه بالصياده. انا اصلا صياد واشتغلت في البحر. طبعا انت قدمت لي هديه عظيمه النهارده. طبعا 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 طبعا، وانا سعيد جدا باللقاء العظيم ده، والحمد لله مش كلام، لان الحمد لله مش احنا مش مستديو. تمام، الله ينور عليك. لا 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 لا، هي تلقائيه عنواننا، واللي من القلب الحاجه كويسه. معاك بقى الاستاذ عادل جاي لك من القاهره،
يعني جاي لك النهارده اه والله العظيم ان شاء الله خليك ربنا يكرمك جاي يعمل عندك وصفات والله هنعملها في فيديو خاص تاني احمد شعره بينزل القلب فعلا راجل ربنا انزل تواجه القبول والحب جيت له من مصر عشان اشوفه النهارده عايز ادوق من ايده شويه شوربه حلوين تمام بس ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله بس عليه انا عينيا احنا مع بعض طول النهار النهارده